اسلام عيسى هينتقل للنادي المصري، فالنادي المصري تهاون شويه في المباراه. حابين ننقل خبر ان كابتن ايمن حفني بعد مباراه الزمالك والمقصه خلاص تم بيعه نهائيا لنادي المقصه. كان ممكن نقول الكلام اللي انتم بتقولوه، لكن احنا بنقول عكس ده. هنقول ان كابتن ايمن حفني اصلا نجوميته ظهرت في المقصه، ان المقصه يعتبر بالزبط. في مرحله مهمه ورجع للمقصه، ومش هنقول ليه كابتن ميدو كان هادي جدا مع الاخطاء التحكيميه الفجه اللي وصلت لضربتين جزاء واضحين يا فارس لنادي المقصه مقابل ركله جزاء للزمالك عشان نكون منصفين. طبعا يا احمد، ومهم هنا ان احنا اتكلمنا في فكره احنا مش هنتعامل بنفس الاسلوب، انما بنقول ان التعامل بالاسلوب ده سهل بس احنا ما بنعملوش. بالظبط، ودي ملحوظه مهمه جدا. ملحوظه مهمه. وسؤال كابتن خالد الغندور كان سؤال اهم. كان السؤال اهم. قال لو فكره ان النادي الاهلي خسر قدام بيراميدز وودع الكاس علشان اخطاء جهاد جريش، ليه رحل لصارتي؟ الحقيقه كابتن خالد انا عندي اجابات كتير على السؤال ده، لكن انا هجاوبك عليه واوعدك ان انا هجاوبك عليه لو جاوبت لي على السؤال ده. ليه وانت بتشتكي من التحكيم اخر 3 أو 4 سنين؟ ليه وانت بتشتكي من لجنه المسابقات؟ ليه وانت بتشتكي من اتحاد الكره اللي هو الاهلاوي؟ غيرت العدد اللي هنشوفه قدامنا على الشاشه دلوقتي من المديرين الفنيين، كان اقصى واحد فيهم قعد تقريبا 122 يوم يا كابتن خالد، ثم او جروس الاول وبعد كده اقصى واحد بعد كده 122 يوم. لو عندك اجابه للسؤال على الكم اللي حضرتك شايفه على الشاشه ده، انا هجاوبك لصارت رحل ليه طالما احنا انهزمنا باخطاء تحكيميه. رد يا احمد وافي، وبيحط كل واحد قدام مسؤولياته، والكلام اللي بيتكلم فيه يبقى بيراجعه ضروري طبعا.